السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تنظم يوما تفاعليا يتناول صورة المرأة في الإعلام الموريتاني بحضور إعلاميات وبرلمانيات، وناقش المشاركات في اليوم المفتوح الواقع والتحديات التي تواجه وجوه المرأة للإعلام ونقاش قضاياها في البرامج التلفزيونية والإذاعية. سيداتي، لا شك أن كنا تعرفنا أن مجال تخصص السلطة العليا للصحافة هو الضبط، ولذا فإن نفاذ المرأة لوسائل الإعلام يدخل في صميم اهتماماتها، سواء كانت هذه المرأة فاعلا أو منتجا في المهنة الإعلامية أو موضوعا تطرحه وتتناوله وسائل الإعلام. هدفنا إذن من تنظيم هذه المنصة مع هذا الكم من النساء الرائدات في مختلف مجالات التنمية هو الاستماع لآرائكن أولا وتدارس هذا الموضوع، موضوع صورة المرأة في الإعلام وطرق تأمين هذه الصورة وضمان نفاذ شامل للمرأة في وسائل الإعلام. حضور المرأة في الإعلام شهد تراجعا خصوصا في المجال الفني، حيث غابت الأغنية التي تعالج قضايا المجتمع لصالح تلك الأغنية التي لا تحمل محتوى هادف، تقول الفنانة المعلومة مثل ميداح. وتعود جزء من تخليد وتربية هذا المجتمع، وتعود هي من نفسها تنعت إلى عادة اللي تغني، تنعت فقانيها أغاني فيها معنى مهم، وتتكلم للمواضيع المهمة، وتتكلم عن الروايات المهمة، وتعود ذا اللي تقدم يعود شيء مقدم على المستوى، ما هو لا بني وداني وشي ما نعرف قاع شنو. سمعتي القيلان ذا لو خرب لا معنى، والله أنا زوينة، والله أنا أبويا فالح، والله أنا ما هو شقله به اللي ما هو قاع بلا ما فيه معنى وله مهم. وتهدف إقامة اليوم التفاعلي إلى تدارس موضوع صورة المرأة في مختلف وسائل الإعلام وضمان نفاذ شامل للمرأة إلى وسائل الإعلام، فضلا عن معرفة التحديات والمشاكل المطروحة لها في هذا المجال، وصولا إلى الخروج بتوصيات واقتراحات تساهم في تحسين صورة المرأة في الإعلام الموريتاني.